ننتقل بحضراتكم مشاهدينا الآن إلى محافظة الإسكندرية لنقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة الصلاة في مسجد محيى محمد كريم برأس التين. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. مشاهدينا الكرام، نحييكم مع هذه الساعات الأولى من صباح هذا اليوم السعيد، يوم عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بكل خير. نحييكم من هذه الأرض الطيبة المباركة التي شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تكون بيتا من بيوته في الأرض. نحييكم من مسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية، وننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك التي يحضرها سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا الكرام، ما أعظم وأكرم وأشرف هذه الأيام التي نحياها الآن. أتحدث عن العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه الأيام التي شرفها رب العزة سبحانه وتعالى بذكرها في كتابه العزيز القرآن الكريم. فلقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى بها إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. إذن لقد نالت هذه الأيام شرف أن أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. والعظيم مشاهدينا الكرام لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، بل إن ربنا زادها تشريفا وتكريما وتعظيما بأن جعل فيها تحقيق الركن الخامس من أركان الإسلام، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن بين هذه الأيام مشاهدينا الكرام العشرة يوم له خصوصية وميزة وقدر فوق القدر، إنه يوم مشهود، يوم مجموع فيه الناس. أتحدث عن يوم عرفة، هذا اليوم الذي أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بأن عشناه بالأمس القريب. في هذا اليوم يحتشد المسلمون من شتى بقاع الأرض من مشارقها ومغاربها، يجتمعون على صعيد عرفات الطاهر، ملبسهم واحد لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، الحاكم كالمحكوم سواسية، الجميع سواسية كأسنان المشط، الأعجمي كالعربي لا فرق بينهم، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. فهذا هو المعيار الذي ارتضاه رب العزة سبحانه وتعالى للتمايز والتفضيل بين البشر. في هذا اليوم يدنو ربنا سبحانه وتعالى من عباده المحتشدين على صعيد عرفات الطاهر، يدنو عليهم، يدنو منهم ويتجلى عليهم بفيوض رحمته وبركاته، ويتباهى بهم في عليائه، يتباهى بهم أمام الملائكة، يقول لملائكته: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويسألونني المغفرة والرضوان، ألا فاشهدوا أني قد غفرت لهم. مشاهدينا الكرام، ونبقى معكم في هذه الأجواء الإيمانية الروحانية، وننقل لكم شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي نبدأها دائما بآيات من الذكر الحكيم.
نستمع الآن إلى بعض من آيات الله العزيز من فضيلة الشيخ حجاج هنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تنفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين حنفاء لله غير مشركين به
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد
فإلهكم إله واحد فله أسلموا ولكل أمة جعلنا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين لا إله إلا الله لا فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ سيد الأولين والآخرين، وختام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تمنحنا مفاتيح الفهم وأن تقلدنا مقاليد العلم. سادتي الكرام، تدبرت سورة الحج من كلام الله جل جلاله ونحن في موسم الحج الأعظم، فرأيت عجباً من العجب، وتوقف خاطري وذهني عند ظاهرةٍ عجيبةٍ من كلام الله جل جلاله في تلك السورة المعظمة، حيث بدأ القرآن الكريم حديثه عن شعيرة الحج بقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم يقول سبحانه بعدها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ثم يقول سبحانه في الآية التي بعدها: ليشهدوا منافع لهم، ثم يقول الله تعالى في الآية التي بعدها: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتمضي الآيات هكذا تباعًا حتى إذا أتم الله تعالى مراده من الحديث عن شعيرة الحج في السورة الكريمة، ختم الله تعالى هذا المقطع من الذكر الحكيم بهذه الآية العجيبة. يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فجعل الله تعالى كلمة الختام والغاية العظمى والنهاية القصوى من شعيرة الحج أنها توصل الحجاج إلى مرتبة الإحسان. ثم تمضي سورة الحج بعد ذلك على مدار 40 آيةً متبقيةً من السورة لا يرد فيها ذكرٌ لشعيرة الحج بالكلية، من أول الآية 38 في قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى ختام السورة في الآية 78 في قوله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولقد توقفت هنا متفكراً، ما علاقة الحج بالإحسان؟ وما هو الإحسان؟ ومن الذي يسمى محسناً؟ ومتى يقال للإنسان إنه قد أحسن؟ واستعنت في ذلك بتلاوة الذكر الحكيم وتأمله، لعل الله تعالى أن يفتح من خزائن العلم والمعرفة، فانقدح لي المعنى الذي أتشرف بأن أورده لحضراتكم، مستمدًا من الله تعالى التوفيق، سائلًا إياه الفتح الذي تصحبه الإبانة، فأقول وبالله تعالى التوفيق والمعونة. قال الله جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فجعل سبحانه الإحسان مقامًا فوق مقام العدل، وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
فله أجره عند ربه. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا. فأشار سبحانه في الإحسان إلى الخليل إبراهيم لأنه ذروة مقام الإحسان وغايته، حتى إن سورة الصافات قد أشارت إلى أنبياء الله بالإحسان مرة مرة سوى الخليل إبراهيم، فقد وصفته بالإحسان في السياق نفسه مرتين. ترى ما هو ذلك الإحسان الذي جعله الله تعالى مدار الدين؟ ثم رجعت لأتذكر الحديث الشريف المشهور الذي ورد من حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين البخاري ومسلم، ومن حديث أبي هريرة عند البخاري، من حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه، ثم سأله عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتبين لي من مجموع ذلك أن الإحسان هو لباب الدين وهو جوهره، وأن الإحسان فوق الإتقان، لأن الإتقان أن تعطي كل شيء حقه، لكن الإحسان هو أن تعطي الشيء حقه عن حب. فإذا بك تتأنق فيه وتتجمل فيه وتتفنن فيه وتطور فيه وتجود فيه وتحسن فيه وتبتكر فيه. سادتي الكرام، إن الإحسان قضية اختزلت عند عموم الناس في استعمالهم، فصاروا لا يكادون يستعملون الإحسان إلا في الصدقة، ويسمونها حسنة، ويسمون المتصدق محسناً. لكن الله جل جلاله أمرنا بالإحسان الذي هو أرقى من ذلك بكثير. واستمعوا معي إلى مجالات من مجالات الإحسان. فيقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا يأمر الله في معاملة الوالدين إلا بالأكمل والأبر والأهدى والأرأف والأكمل والأجود. فالإحسان ذروة محاسن الشريعة وكمالاتها. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بل إن الله جل جلاله أمرنا بالإحسان في سائر أنماط السلوك، حتى عند النزاع والخصومة التي قد تفضي بالزوجين إلى الطلاق. فقال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن اللطائف التي أتذكرها هنا أني تحدثت مرة في أحد وسائل الإعلام فقلت: يجب على كل مسلم على أرض مصر أن يعامل أخاه المسيحي بالإحسان. فخرج بعض الفضلاء في اليوم الثاني بتصريح قال فيه: نحن في دولة المواطنة لا نقف عند كلمة الإحسان. وأقول: سيدي الكريم، هذا خطأ نابع من النزول بكلمة الإحسان إلى أنها تفضل. الإحسان كمال، الإحسان تجويد، الإحسان حب، وإلا فكيف نفهم قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ والذي أقوله
أنه يجب على كل مسلم أن يعامل أخاه المسيحي بالإحسان، ويجب على كل مسيحي أن يعامل أخاه المسلم بالإحسان، لأن الإحسان هو منتهى التجويد والإتقان والحب والتأنق. واسمعوا معي عرضا سريعا متى أطلق الله تعالى وصف الإحسان، لندرك أن الذي يأمرنا الله تعالى به هو فوق الإتقان بدرجات. يقول الله تعالى في حق سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم يقول الله في يوسف الصديق أيضا عندما نقل القرآن لنا حوار رفاقه الذين رافقوه في السجن فقالوا له: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فما غيرته شدة السجن عن إحسانه. ثم لما أن آل إليه منصب الوزارة الأسمى وصار مؤتمناً على خزائن الأرض قالوا له: يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. لأن معدنه الشريف عليه صلوات الله وتسليماته عُجن بالإحسان ومُزِج به، فما تغير عنه وهو في الشدة، وما تغير عنه وهو في أُبَّهة الملك والوقار. ثم يقول الله تعالى في حق سيدنا نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. ويقول الله في حق إبراهيم: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم يقول بعدها: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ثم يقول عن موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم يقول في حق إلياس: سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم يقول في حق موسى على حدته في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن نعم، يفضي الحج إلى الإحسان، وبشر المحسنين، بل إن الله جل جلاله جعل الإحسان هو ملخص الشريعة، فيقول الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سادتي الكرام، لما أن فهم المسلمون الوحي وأدركوا مقصد الإحسان الأجل الأشرف، حولوا مقصد الإحسان إلى المؤسسية، وأخذوا قيمة الإحسان وانطلقوا بها إلى مجال التعليم، فأحسنوا فيه أيما إحسان، وأبدعوا فيه أيما إبداع. وأذكر لكم نموذجاً أختم به الكلام: الخليفة المستنصر بالله الخليفة العباسي الشهير تولى منصب الخلافة سنة 23 و600 من الهجرة، في القرن السابع من الهجرة، القرن 13 من الميلاد، قبل 800 سنة. تولى الخلافة فسلك في الناس مسلك العدل، فأحبه الناس جميعاً، ومضى إلى ربه وترك ذكراً حسناً. لكن أشرف ما ذكر به الخليفة المستنصر أنه في مستهل سنة 25 بعد توليه الخلافة بسنتين اتجه إلى إنشاء مدرسة للعلم، فاستدعى أمهر المهندسين وبذلوا غاية الوسع في تحديد قياساتها ورسم أبعادها إحسان، ثم استدعى أمهر البنائين والصناع فبالغوا في الإتقان في زخرفتها وفي تشييدها، وكانت بجوار قصر الخليفة تطل على نهر دجلة، فبرزت المؤسسة صرحاً عجيب الشأن في غرفه وقاعاته
وأواوينه وقاعات كتبه ومطابخه وأروقته وحدائقه. وافتتحت المدرسة المستنصرية في جمادى سنة 31 من الهجرة، فاستغرق تشييدها 6 سنوات. فصارت المدرسة المستنصرية عجباً من العجب، لما أن الخليفة قد وعى مقصد الإحسان ومال به إلى العلم، فحبس على المدرسة الأوقاف العجيبة الطائلة، حتى ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله فقال: وقفت على نسخة كتاب وقفها في 5 كراريس من الرباع والحوانيت والقرى الصغار والكبار، ما يبلغ قيمته 900,000 دينار من الذهب كل سنة، قيمة الأوقاف الموقوفة على تلك المدرسة. الدينار 4.5 جرامات، يعني 3,600,000 جرام من الذهب سنوياً تحبس على هذه المدرسة من الأوقاف المحبوسة عليها. قال الحافظ الذهبي: وجملة القائمين فيها بالتدريس والطلب والخدمة لا يزيدون عن 500 نفس. قال الذهبي: وبلغني أن تبن الوقف فقط ينفق على المدرسة كلها وتبقى الغلال فضله. ثم قال: وهكذا فليكن البر وإلا فلا. قال العلامة الكبير مؤرخ مصر جمال الدين ابن تغري بردي في كتاب مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة: الخليفة المستنصر هو الذي بنى المدرسة المستنصرية التي لم يبن في الإسلام مثلها في كثرة أوقافها وكثرة ما جعل فيها من الكتب. سادتي الكرام، إن جامعة هارفارد في أمريكا، والتي تخرج فيها 8 من رؤساء أمريكا السابقين، وقفيتها تزيد على 30 مليار دولار. إن جامعة برينستون تزيد وقفيتها على 20 مليار دولار. إن جامعة كامبريدج في بريطانيا تزيد وقفيتها على 8 مليار دولار، أي أنها تنفق إنفاقاً سخياً على اجتذاب الخبراء والأساتذة، والإنفاق على الطلبة، وتوفير المكتبات والمعامل، ووجوه البر بالطلاب. هكذا فليكن البر وإلا فلا. سادتي الكرام، للحديث بقية يطول بها الكلام، أورد نبذة منها أختم بها المقام بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأدعوه. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، نهضت المدرسة المستنصرية فكانت تدرس الحديث والتفسير والفقه وعلوم العربية والشريعة، وكانت تدرس الطب والتشريح والفلك والهندسة وعلوم الفرائض والحساب، حتى قال المؤرخون إنها أول ما يمكن أن يسمى جامعة في تاريخنا الإسلامي الكريم. سادتي الكرام، قال العلامة الكبير عبد الملك ابن الحسين العصامي في كتاب صمت النجوم اللآلي في أنباء الأوائل والتوالي: وكانت مدارس بغداد يضرب بها المثل في ارتفاع العماد وفي إتقان المهاد وفي طيب الماء وفي لطف الهواء وفي رفاهية الطلاب وفي سعة الطعام والشراب. وأقول في ختام الأمر: لما أن فقه المسلمون دينهم وأدركوا مقصد الإحسان أخذوه إلى مجال التعليم، ونحن اليوم لا عماد لحضارتنا إلا بالتعليم، لا مناص من أن نتوجه بكامل طاقتنا إلى الإحسان الذي تعلمناه من الحج والذي وعيناه من الشرع الشريف، أن نتوجه به إلى التعليم. لا مناص من أن تكثر الوقفيات ووجوه الاستثمار حتى ينفق من فائض ريعها على التعليم.
وفي المقابل رأينا أناساً غاب عنهم مقصد الإحسان، فأظلمت الدنيا عليهم، فمالوا على الناس بالتكفير، وقطعوا الرقاب، ونشروا الرعب في الدنيا، فدمرت على يدهم مقاصد الشريعة. سادتي الكرام، ختام القول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هو الإتقان عن حب، ولا مناص لنا من أن نأخذ بالجد في السنوات المقبلة لننهض بالتعليم على ما كان في المدرسة المستنصرية. سادتي الكرام، لقد كانت قضيتنا الأولى في سنوات مضت أن نواجه الإرهاب، حتى إذا ما قطعنا في ذلك شوطاً جاء الوقت الذي ننتقل فيه إلى قضيتنا الأصلية، وإلى مقصدنا الأكبر، وإلى هدفنا الأعظم، أن ننتقل إلى التعليم، وأن ننتقل إلى بناء الإنسان، وبناء الإنسان قانونه عندنا هو الإحسان الذي هو فوق الإتقان. وإني لأدعو الله جل جلاله فيما مضى من الكلمات أن يكون المعنى قد أطل على أذهان حضراتكم منوراً مسفراً جلياً. وأختم هذا المقام بدعوات كريمات، فارفعوا معي أيديكم: اللهم إنا نسألك ببركة يوم عرفات، وببركة يوم العيد، وببركة البيت الحرام، وببركة حجاج بيتك الحرام، وببركة المسعى والصفا، وببركة زمزم، وببركة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنزل الفرحة والسرور والبهجة والحبور على قلوب المصريين جميعا في يوم العيد الأغر. اللهم اجعل أيامنا كلها أعيادا وفرحا وسرورا. اللهم انشر على بلادنا منشور رحمتك وولايتك، وابسط في أرض الكنانة مصر بساط الأمان والهدى والعافية والعلم والحكمة والحضارة. اللهم وإنا نسألك لبلادنا وأوطاننا كلها، وللحرمين الشريفين، وللشام والعراق وفلسطين، وليبيا واليمن، ولسائر بلادنا وأوطاننا، أن تنزل فيها الأمان، وأن ترفع عنها الكرب والبلاء. ونسألك اللهم أن تديم على أرض الكنانة مصر ما أجريته فيها في سابق الزمان من الأمان والهدى والعلم والعافية والحكمة والحضارة. اللهم بلغ بنا دينك، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقمنا في مقام الوراثة المحمدية الكاملة مع كمال اللطف والعافية. وأختم المقام بأن أتوجه إلى حضراتكم بخالص التهاني ولشعب مصر العظيم وللأمتين العربية والإسلامية، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكما تابعتم معنا اكتملت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، كل عام أنتم بكل خير. وكما تابعنا خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ دكتور أسامة الأزهري، فقد تناول فضل الإحسان ودوره في حياتنا، وإلى أي مدى يجب أن يكون حاضرا في تصرفاتنا وتعاملاتنا، واختتم بضرورة الالتفات إلى ملف التعليم كواحد من الملفات المهمة في بناء الإنسان ولإحداث نهضة حقيقية في مصرنا الحبيبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد حضر معنا صلاة عيد الأضحى المبارك، يقوم الآن بتهنئة الحاضرين في مسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بكل خير.